يقول: ما معنى الحديث النبوي الشريف: إذا أتاكم من ترضون عنه دينه وأمانته فزودوا ألا تفعلوا تكن فتنة في أرضي وفساد وخال كبير. ما معنى الحديث يقول؟ نعم. يعني هذا يقابل الحديث الآخر بالنسبة للمرأة: إذا تنكح المرأة لأرضع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فعليك بذات الدين تربت لها. فهذا الحديث في الوقت الذي يأمر الرجل بأن يتزوج ذات الدين، حديث مشهور عنه، يأمر ولي البنت لأنه إن جاء خاطب لابنته أو لمن هو وليها فعليه أن يختار بالرجل الدين الحسن القلوب. إذا جاءكم أو إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه طالبا التزوج من ما عندك من النساء فعليك أن تتجاوب مع هذا الطالب الراغب، وإلا فامتناؤك يكون سبب في وقوع فتنة. وهذا أمر واضح جدا لما الناس بيزوجوا بناتهم لا يرعون في ذلك دينا ولا خلقا، وإنما يرعون في ذلك مالا أو جاها أو منصبا أو شهرة أو نحو ذلك من أمور الدنيا. والواقع أنني أتعجب جدا كلما سمعت بخطوبة وإذا ليس هناك من يسأل عن الدين. إن سألوا عن شيء يمكن يسألوا عن الخلق، وإن سألوا عن خلق ففي حدود معينة فقط، ما بيشرب خمر، ما بيزني، هذا هو الخلق كله. سبحان الله، يعني في غفلة شديدة جدا من آباء البنات اللي هن مشرفين على الزواج. أول شيء ما بيهتموا بأمن الدين، بيصلي بيصوم بيروع السينما ما بيروع السينما، هذه كلها ما لها علاقة لا بالدين ولا بالخلق عندهم. وإن سألوا كما ذكرنا عن الخلق ففي حدود ضيقة جدا جدا. هذا معنى الحديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فواجب عليكم أن تزوجوه. لا تنظروا للنواحي الدنيوية التي سبقت الإشارة إليها، فزوجوه إلا تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد عظيم. نعم. يقول: